الآن ينضم إلينا من القاهرة دكتور حسن عصفور وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الأسبق. دكتور حسن أهلا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. لماذا انهارت هذه المفاوضات دكتور حسن؟ وهل يمكن لها أن تعود بعد هذه التصريحات التي خرجت من بنيامين نتنياهو الآن؟ أهلا بك وتحية للشعب الفلسطيني والرحمة لكل الشهداء الذين يتساقطون يوميا بالمئات أو أحيانا بالألاف. يعني اليوم عندنا فوق 1000 شهيد. هذا ما بعد زيارة بلينكن اللي دعا فيها إلى تحسين الحرب على الشعب الفلسطيني. هاي هدية لبلينكن وزير خارجية أمريكا ووزير خارجية الحرب. أعتقد الانسحاب هي رسالة بالأساس أنه إسرائيل بعد لقاء بلينكن أعتقد اتخذت خيار استكمال العملية العسكرية العدوانية الحربية الشاملة دون أي اهتمام لأي ضغوط خارجية. وأعتقد أنه لم يعد هناك ضغط على الإطلاق، لأنه امبارح يعني شروط بلينكن اللي وضعها أضاف حتى على الشروط الإسرائيلية، وقال على إسرائيل الحق في أن تعمل ما ترى مناسبا لخدمة أهدافها ومستقبلها. وطبعا أضاف شروط فوق الشروط الإسرائيلية، يعني عندنا شروط أمريكية وشروط إسرائيلية. الحاب اليوم رسالة أن العدوان مستمر، أن الحرب المجازر مستمرة، بالعكس توسعت أخذت أبعاد جديدة. يعني اليوم مربعات بالكامل يتم نسفها، يعني بالشمال كان عندنا مجزرة بجباليا، في مدينة خان يونس الشجعية الزيتون منطقة الموك عندنا مجزرة غير طبيعية فوق 400 و500 واحد حتى الآن، ربما يزيد العدد. طبعا خان يونس أكثر مربع رفح، يعني كل القطاع اليوم تقسمت مربعات مربعات لعمليات القصف. عدد الأرقام الشهداء والضحايا يزداد من منطقة إلى منطقة حسب المستهدف، ولكن اليوم مجموع قطاع غزة تقريبا كله كان تحت القصف والتدمير والإبادة في هذا السياق. الحكومة الفاشية اليهودية قرارها واضح تماما، استكمال الحرب إلى حين إبادة قطاع غزة، تدميره وإعادته كما قالت الصحف الأمريكية إلى العصر الحجري، بحيث أي كانت النتيجة سيغرق الفلسطينيين في بحر الركام مش في بحر غزة كما قالوا سابقا. نعم. زمان بالسبعينات قالوا تغرق غزة في البحر، هم الآن غرقونا بس في الركام والدمار والخراب والإبادة الجماعية. طيب دكتور حسن، الحديث عن إنشاء منطقة عازلة أيضا، كيف تلقيت هذا الحديث من قبل الحكومة الإسرائيلية؟ وبعتقد يعني هذا أولا يمكن لأول مرة إسرائيل تطرح مفهوم جديد للمسألة الأمنية بينها وبين قطاع غزة. قد يبدو للبعض أنه المنطقة العازلة هي جدار أو سياج، لأن هذا مش صحيح. المنطقة العازلة داخل قطاع غزة، فبالتالي هذا ليس سياج، هتكون منطقة أمنية وقد يكون فيها بعد استيطاني كما تحدثت بعض وسائل الإعلام، استجابة لبعض الاتجاهات اليمينية التوراتية. الآن لأول مرة يطرح بعد توراتي جديد في العلاقة في الحرب مع قطاع غزة لإنشاء مدن استيطانية على منطقة السياج الفاصل، ليصبح المنطقة العازلة بعد أمني واستيطاني في آن. بلبوا هنا هدفين: إرضاء المتطرفين الأكثر توراتية، جماعة بن غفير سموتريتش والحاخامات اللي هم أساس الحكم الآن، وأيضا الحكم الأمني اللي هم بيعتقدوه أنه هذا هو سياج جديد، عندنا سياج فاصل الأول الموجود الآن والآن سياج أمني ببعد آخر. لذلك هم الآن يبدو أن المسألة تأخذ بعد مركب أو مزدوج بين بشري وأمني في نفس الوقت. طبعا الناس يعني للأسف البعض وخاصة الإعلام ويمكن الإعلام العربي تحديدا لم يصل بعد ليدرك مخاطر المسألة في بعدها، مش فقط اقتطاع جزء من قطاع غزة، هي إعادة تهوية جزء من قطاع غزة، وهذا الشيء الجديد اللي أول مرة يطرح علنا، كان سابقا في دوائر ضيقة جدا مع بعض الحخامات المتطرفة. دلالة أن يطرح هذا علنا دكتور حسن، وربما أنت أوضحت هذه النقطة بشكل لم يسبق لأحد أن فسره بهذه الطريقة. صحيح. لا، والتفسير أنه إسرائيل مقدمة على مشروع التهويدي في الضفة وغزة. للأسف البعض برضو حتى الآن يركزوا على أنه الهدف قطاع غزة، هذا غير صحيح. هي المعركة في قطاع غزة، الهدف هي تهويد المشروع في الضفة الغربية والقدس والآن قطاع غزة، وبالتالي الموضوع الآن التوراتية التي قتل من أجلها رابين. هو قتل رابين ليش؟ قتل رابين اعتبر أنه تخلى عن التوراتية في الضفة الغربية وبطل يقول عنها يهودا والسامرة وبطل يقول أورشلايم، فعمل تقسيم في هذا الموضوع، عمل مساومة مع الفلسطينيين سموها مساومة تاريخية، كان يجب أن يقتل.
قتل رابين هي اليوم يجب أن نتذكرها كل عربي وفلسطيني، أن قتل رابين من أجل إقامة المشروع التهويدي اللي بدأ في الضفة بشكل أو بآخر الآن في قطاع غزة مقدمة لهذا الموضوع. وامبارح بلينكن يعني تصريحات يوم الخميس خلينا أقول 30 نوفمبر حكى بوضوح أنه حط ربط بين الموضوع الفلسطيني ككل وبين حرب غزة، وحط شرط انه بدها اي قوه فلسطينيه بدها تكون جزء من النظام ممنوع يكون في ميثاق شيء بتعلق في اسرائيل، ممنوع يكون في هدف يتصادم مع اسرائيل، كلنا لازم نتجاوب مع الرغبه الاسرائيليه، وبالتالي هذا تهويد شمولي الثقافي وسياسي وفكري وارضي، وهذا جديد لم تطرحه حتى اسرائيل. يعني انا مفاوض من 1991 بعمل بالمفاوضات بشكل غير مباشر في مدريد واشنطن ومباشر ما بعد 1993، لم يطرح على الإطلاق مثل الأهداف التي طرحها. ما الذي تغير دكتور حسن في الفترة التي ذكرتها أنت في أوائل التسعينات واليوم؟ لم يجرؤوا على ذلك من قبل لكنهم يطرحوا ذلك علانية اليوم. الوضع الفلسطيني تغير بشكل كامل بعد اغتيال خالد ياسر عرفات. تركيبة القيادة الفلسطينية غير متصادمة متساهلة، ثم عملوا انتخابات من أجل أن يخلقوا الانقسام، خلقوا الانقسام، كسروا ظهر الحركة الوطنية الفلسطينية. الآن الضفة الغربية زاد عدد المستوطنين والمستوطنات 7 أضعاف ما كان 2004. يعني حتى خلال الحرب ال4 سنوات إسرائيل لم تهود أو لم تستوطن إلا في جزء محدد. منذ 2005 حتى الآن صار عندنا 750,000 من 120 بال 2004 الى 750,000 مستوطن. لم تجد غضبا، هبه، رفضا، احتجاجا من القياده الرسميه الفلسطينيه. ثم انقسام في غزه، الانقسام في غزه اللي عملته امريكا اسرائيل بتعاون مع بعض الاطراف العربيه، عندما فرضوا حماس بميثاقها باهدافها بكل ما بها على محمود عباس، الرئيس محمود عباس في الانتخابات، ولم يشترطوا مثلا تلغي الميثاق في حين مع انه نفس الميثاق اللي الان بيحكي عنه بلينكن، نفس الاهداف اللي بيحكي عنها نفس حماس اللي حكى عنها بلينكن. هما خلقوا الجو، هيئوا القاعده في الوضع الفلسطيني لتمرير التهويد. الان وصل الى مرحله لابد من اكماله وانجازه، هذا الانجاز يبدا في الحرب. عمليه 7 اكتوبر مطلقا لا تستدعي هذا الحرب، عمليه اكتوبر لها ابعاد اخرى بالمناسبه، مش فقط فلسطين، الى حمايه دوله اليهود من اليهود انفسهم. اسرائيل كانت رايحه على حرب اهليه لا محاله، وجدوا في هذه العملية فرصة تاريخية لقطع الطريق على الحرب الأهلية، هي فرصة لأمريكا تعود إلى المنطقة بحملات طائراتها بغواصاتها حتى ترسل رسالة ترهيب لبعض الدول العربية اللي اتخذت مسار تعاوني مع دول بريكس، مع روسيا، مع الصين، أوبيك بلس، مسألة النفط والتخفيض، مسألة الدولار، تبادل العملات المحلية، كل هذا يؤثر على المشروع الأمريكي العام ايضا طبعا، بخاصه بعد حرب اوكرانيا. فكان لابد من حدث كبير من اجل فرض معالم كبير بالطريق راحت القضيه الفلسطينيه. طريق احنا جزئيه في الموضوع، الاساس مش احنا، الاساس اسرائيل وامريكا، واحنا اعطونا ثمن لدور اسرائيل في تنفيذ المخطط. نعم، هل هذا يفسر دكتور حسن هذا العنف المتزايد في الضفة منذ 7 من أكتوبر؟ وحتى قبلها كانت اسرائيل تنتهج هذا السلوك منذ فتره طويله. الكلام يعني إذا تذكر بشكل واضح، من تحدث عن موضوع نظام فصل، إقامة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية رجال أمن إسرائيليين سابقين، والكلام هذا قبل 10 أيام من العدوان الجديد. يعني كان هناك غضب في داخل إسرائيل من تغيير طبيعة هوية الدولة اللي هم بيعتبروها من دولة علمانية إلى دولة فاشية، وهم قالوا أيضا هذه دولة فاشية، هذا ديكتاتور، هذا نازي. لأول مرة يهودي يستخدم كلمة نازي في وصف نتنياهو، هذا الكلام قالوه في داخل إسرائيل. لذلك كان لابد من حدث لما يحكوا عن نظام فصل عنصري يقام في داخل الضفة الغربية والقدس، هذا كان بالنسبة لهم يعني نوع من الأبرتهايد، ما كان ينحكى في إسرائيل، واللي حكاه قادة أمن مش سياسيين يقول أحزاب يسار ولا لا لا لا، قادة أمن كانوا هم أهم رجالات دولة إسرائيل في فترة سابقة ما قبل عصر بن غفير، سموتريتش، صبية الإرهاب الفاشي. ولذلك كان مسألة الآن تأخذ بعد مختلف، يعني مش فقط مسألة والله هواي، لا لا لا، هناك مشروع متكامل له أركان واضحة محددة يسير باتجاه. وللأسف أنا بحكي لك عندنا نقطة ضعف، عندنا كعب إيخن
في المواجهة الآن موقف الرسمية الفلسطينية بكل أسف شديد يعني. خلينا لكن ماذا عن الداخل الإسرائيلي دكتور حسن؟ لأنه ربما كان من اللافت ما قاله نتنياهو الآن قبل قليل من أنه اقترح على وزير الدفاع إقامة مؤتمر صحفي مشترك، لكنه اختار ما اختار، هل يشي لنا هذا بشيء ما؟ أعتقد هم بالأساس ظهر كل منهما، لكي أوضح لحضرتك الصورة، ظهر كل منهما في مؤتمر منفصل. أنا متبع مضطر إني أتبعهم يعني بكل حق، أردتهم لازم أتبع يعني، هذا شغل جزء من مهمنا الوطنية. بالأساس ما قبل 7 أكتوبر كان هناك انقسام واضح بين المؤسسة الأمنية والحكومة اللي برأسها نتنياهو واللي فيها بن غفير وسموتريتش. كان جالنت ماخذ اتجاه اقرب الى الاتجاه العلماني، بمعنى برفض ما يسمى بالاصلاح القضائي، وكان ممكن يستقيل، والامريكان انحازوا له واستضافوه في واشنطن ولم يستضيفوا نتنياهو في واشنطن. بايدن التقى على هامش الامم المتحده، وهي لاول مره في تاريخ العلاقه الاسرائيليه الامريكيه. المؤسسه الامنيه لا تثق بنتنياهو، المؤسسه الامنيه تعتبر انه نتنياهو عمليا تنازل عنها لصالح المتطرفين الاكثر ارهاب وفاشيه وعنصريه بن غفير وسموتش. حتى في الموازنه الحديث عمل مشكله في ظل هاي المعركه. هم اعتبروا ان خيار نتنياهو كان انحياز للتخريب وليس للوحده الداخليه. لذلك هم ايضا، انت لاحظ غانتس ما طلعش، كانوا يطلعوا الثلاثه مع بعض، نتنياهو جالانت غانتس، اليوم كل واحد طلع. غانتس لم يخرج نهائيا اليوم على الاقل، قالهم طلع وحده، نتنياهو طلع وحده. وهذا مؤشر ما بعد قصة الموازنة، هذا مؤشر كانت لأنه هناك عنده مشكلة كان في الموازنة لما أقرت، لأنه كان بدهم مش تقر بهذه الطريقة، لأنه غانتس وإيزنغوت معهم في الكابينات الحربي، واعتبروا أنه غانتس دخل لتبييض سمعة، لأنه الأمريكان بدهم غانتس، الأوروبيين بدهم غانتس، هو خيارهم الحقيقي لاحقا بعد الحرب. غانتس اللي رايح على رئاسة الوزراء، ونتنياهو نأمل أن يكون إما مقتولا أو يعني في السجن. شكرا دكتور حسن. واحد طلع لحاله يعني في هذا الموضوع، انعكاس لشيء ما يحدث في داخله. لكن هذا لا يلغي، عشان ما احنا كمان ما نذهبش بأنه بدأت الانقسامات وبالتالي الحرب، لا، العدوانية قد تزداد بالمناسبة، لأنه قلن يستخدم الجيش والمؤسسة الأمنية ليفرض منطقه. وين بده يفرض منطقه؟ بده يحقق مزيد من المكاسب كما يراها على حساب الفلسطينيين. نعم، شكرا دكتور حسن، أنا بشكرك شكرا جزيلا. دكتور حسن عصفور ضيفنا من القاهرة، وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الأسبق، شكرا جزيلا لكم.